الفن قديم جدا، أقدم من الدين بكثير. يعني الفن بدأ مع الإنسان. إذا ذهبنا إلى علم الآثار فنجد أن هناك لوحات، يعني دمى فينوسية قديمة بعيدة جدا، دمى قديمة جدا، حتى ما نقدر نوصفها بأنها فينوسية لأنه لها مرحلة الفينوسية بحدود 700,000 قبل الآن، يعني قريب المليون من قبل الآن. كانت هناك دمى وضعها الإنسان لأغراض لا نعرف، مستحيل نقدر نعرفها. ثم تطورت الأمور شيئا فشيئا، وإلى أن وصلنا إلى تقريبا ما يسمى بالعصر الحجري القديم الأعلى، باليوليت الأعلى. هنا ظهرت لوحات الكهوف والدمى الفينوسية، ولحد هذه اللحظة الدين لم يظهر. كان هناك السحر، ولذلك الفن ارتبط بالسحر أولا، يعني علاقته كانت في البداية مع السحر، وهناك علاقة جدا قوية بين الفن والسحر. وإلى أن اجينا إلى مشارف يعني في حدود 8,000 قبل الميلاد، لما بدأت الزراعة وثم اكتشاف النحاس، بدأت الدين ظهر، الدين بدأ يظهر، يعني مع العصر يسمى النيوليت وعصر الكالكوليت، يعني الحجري الحديث والحجري النحاسي. بدأت علاقة عضوية بين الفن والدين، والحقيقة أن الفن أفاد الدين فائدة هائلة، يعني من خلاله أصبح الإنسان يصنع الدمى ويصنع الرموز. يعني في 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 هذه الفترة، في حدود ثقافة سامراء نسميها في العراق، كانت مجموعة هائلة من الرموز بدأت تظهر، مثل المندالة والسواستيكا ورموز أخرى كثيرة، رموز الخصب وغيرها. وهكذا بدأ الدين، هو الفن يشتغل على القطاعين الديني والدنيوي، لكنه حقيقة استطاع الدين أن يطوع الفن لصالحه، لأنه وجد فيه مادة ممتازة للانتشار. وهكذا تجد أن حضارات العالم القديم بأكملها تعتمد على التماثيل والرموز والمنحوتات، وحتى العمارة الدينية اللي هي المعابد والمقابر وغيرها. إذن الفن بصراحة هو الحاضن للدين، فهو الأسبق، لأنه هو أسبق، لأنه نشاط عفوي لم يكن موجها نحو الدين أو الدنيا في يوم من الأيام، هو كان نشاطا عفويا طبيعيا، ارتبط في البداية بالسحر ثم ارتبط بالدين. وهكذا تجد أن لكن طبعا اليوم وغدا وبعد آلاف وملايين السنين الفن يبقى، ويبقى مستمرا كما هو. نعم ربما تجي عصور تخضعه، مثل العصور الوسطى على سبيل المثال في المسيحية وفي الإسلام، أخضعت الدين لصالحها، ولذلك تحجم هنا وهناك. يعني الرسم إلى حد كبير تحجم في 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 مرحلة العصور، وخصوصا في الإسلام. الغناء على سبيل، هي العصور الوسطى تشمل الإسلام والمسيحية، يعني هي بذاتها فتشوف هناك جوانب الحقيقة تحجم عندما يدخل الفن مع الدين. هو يبدو وكأنه محرم، لكنه يستعملوه، يستعمل. يعني الرسم الذي حرم في الإسلام ظهر بقطاع واسع في الرسم، في يعني المغول كانوا أبدع، المغول المسلمين تخيل كانوا أبدع الرسامين في العصور الإسلامية. ومقامات الحريري مثلا، الواسطي العظيم اللي هو أنشأ مدرسة بغداد في الفن تشكيلي، رغم أنه هو في 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 يعني في موجود في 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 العراق، يعني لكنه مع هو مسلم، لكنه مع ذلك رسم له طبعا فنان آخر، والواسطي هو رسم على مقامات الحريري. وهكذا تشوف مهما يمنع هو يخرج يظهر. يعني مثلا أضرب لك مثال، تماثيل منع حرمت في الإسلام، لكن السؤال هل انعدمت التماثيل في التراث الإسلامي؟ أبدا، موجودة بأشكال كثيرة جدا ومتعددة هنا وهناك.
لا يمكن من الغناء حر، الموسيقى حرمت، لكن هناك زرياب وهناك المقامات والموشحات، ما لا يمكن. الإنسان خلق هكذا، هذه هي طبيعته. لما تجي تحجر الأيديولوجيات سواء كانت دينية أو سياسية، نعم ينضغط الفن والثقافة تنضغط إلى حد، لكن تبقى في الأخير. إذا لا خوف على الفنون، وأبدا الفنون هي الحياة، هي روح الحياة بأكملها. يا صديقي العزيز، أريد أقول لك شغلة كلش يمكن ما منتبهت لها الناس. إحنا لو نفحص حضارات العالم القديم اللي هي من سومر إلى روما، يعني هذا هو التحديد الزمني لها، تأكد أن وادي الرافدين هو قلب هذه الحضارات. لماذا؟ أسأل السؤال. أولا، في وادي الرافدين اللي هو مكان صغير جدا بالنسبة للشرق والغرب، يعني قياسا للسعة الهائلة من الصين إلى روما أو إلى اليونان، هذا المكان أنتج أربع حضارات عظيمة ومتواترة واحدة بعد الأخرى، ووحدة تكمل الأخرى، وهي الحضارة السومرية، الحضارة الأكدية، الحضارة البابلية، الحضارة الآشورية. بعضهم للأسف الشديد، وأنا حقيقة ضد هذه الفكرة، يجمعها كله يقول حضارة وادي الرافدين. لا، هي حضارات وادي الرافدين، هي أربع حضارات أساسية، وهناك أربع حضارات مشتركة مع دول الجوار أو مع مناطق الجوار. فعندنا ثمان حضارات في وادي الرافدين. هذا المكان أنتج من الفنون ومن النصوص الكتابية ما لم ينتجه، يعني لا أريد أن أبالغ وأقول لك العالم القديم على الأقل لغاية الرومان والإغريق اللي استفادوا منها، لم ينتج لا الصين ولا الهند ولا مصر ولا الشام ولا أي مكان، لم ينتج الغزارة التي أنتج بها وادي الرافدين نصوصا وفنونا، ولذلك كانت تشع بالمنطقة، يعني هذا كان يشع على المنطقة بأكملها، وكان يعطي تأثيرات إيجابية عظيمة جدا، وبالمناسبة مبكرة. يعني هو دائما احنا نقول ليش هذا يصير، طبعا بالمناسبة مصر منتجة عظيمة للثقافة وللفنون بالتأكيد، ولكن كانت هي يعني مغلقة إلى حد ما، مصر لم تنتشر انتشارا واسعا بسبب ارتباط الأمر برجال الدين بشكل خاص. أقصد من كلامي هذا أن الفن الرافديني متنوع وعميق وله عمق فكري، ولذلك انتشر في العالم القديم، وامتداده الحقيقي هو والفن المصري اتصل بالإغريق، لكن الإغريق عملوا شيء عظيم. هنا برأيي يعني هنا توقف إنتاج وإبداع مصر والعراق، والإغريق أعطوه هذا الشكل المنظم اللي أنتج لنا شيء يسمى الفن الكلاسيكي، يعني فن القياسات. فهكذا ظهر الفن بعيدا عن عفوية الشرق اللي هي جميلة، يعني احنا ما بالعكس جمال بها هائل ولا نهايات أصلا بها، ولكن مع هذا شوف العقل البشري جد عظيم، يتدرج العقل البشري في مرحلة الإغريق أنتج فنا منظما أكثر. يعني مثلا بوليكليتوس اللي حدد النسب الذهبية للرأس والجسد والأذرع وكلا، وحدد النسب حددت النسب الذهبية للعمارة، أصبح منظم. لهذا شوف مثلا الآن تماثيل الإغريقية وحتى الفن الإغريقي المرسوم والعمارة شوفها مرتبة، يعني أكثر ترتيبا من أي مكان في العالم سبق. هذا الرومان طبعا نسخة من الإغريق، ولكن يعني لهم بأس أو حضور يعني آخر من نوع آخر، لكن هم لولا الإغريق لما كان الرومان مطلقا يعني. ولهذا شوف هاي الحضارة الرومانية الإغريقية اللي نسميها بالإجمال الحضارة الكلاسيكية هضمت نتاج الشرق وأعادت ترتيبه، وهذا من بدأت هي تعمل هذا الشيء كانت الحضارات الشرقية وخصوصا وادي الرافدين ومصر قد انتهت. يعني بعد ما انتهت هم بدأوا، لأنه بصراحة الإغريق خاضوا تجربة
قبل القرن الخامس الميلادي تمتد تقريبا من العصر البرونزي، يعني من حدود 2500 قبل الميلاد لغاية القرن الخامس الميلادي اللي كانت بآخر أنفاس الحضارة الرافدينية والمصرية، ما أنتجوا شيء، ما أنتجوا شيء على الإطلاق. ليش؟ لو ما كانوا هاضمين، ما كانوا متصلين بهاي التراثين، ما كانوا متصلين بها، لكن عندما اتصلوا بها شوف بدأ إبداعهم. وهم أيضا قلت لك الإضافة العظيمة، استطاعوا أن يضيفوا إضافة عظيمة للتراث البشري، وقدموا لنا الفن الكلاسيكي العظيم والمهم جدا، والذي أتاح للإنسان أن ينتج فنا منوعا بعد ما يعني الفن الكلاسيكي القديم ثم الفن الكلاسيكي الحديث اللي يسمى في نهاية القرن السابع عشر الثامن عشر بداية الثامن عشر ظهرت بعده الرومانسية الرمزية التعبيرية وهكذا. يعني هذا ثروة الروح الإنساني في الفن ظهرت لأن هناك تنظيما جيدا أحدثه الإغريق والرومان الكلاسيك. نعم. الحقيقة هجرة العقول العراقية بدأت منذ ظهور العراق الجمهوري أكثر شيء. كان هناك هجرة بسيطة في العصر الملكي، يعني لها علاقة بفضول الناس للتعرف على دول الجوار وعلى أوروبا وعلى الغرب بشكل عام، هذا كانت الناس تروح بعثات وإلى آخره وصار عندهم هذا الفضول. لكن هذه أسميها الهجرة القسرية بدأت عندما جاءت العقائد والأحزاب المتشددة، عندما بدأ العصر الجمهوري عصر العنف والراديكالية والثورية وواحد ما يحترم الآخر وواحد ما يريد يتحاور الآخر، وكل واحد يعتقد أن الحقيقة معه، أقصد الأحزاب اللي قادت هذه الجمهوريات. هنا بدأت الكارثة، فبدأت الأشخاص وخصوصا الحساسين والمبدعين وأصحاب الكفاءات بدأوا الذين لا يجدون لهم مكان في عدم التفاهم هذا، يعني إلى وين يستمر، بدأوا يهاجرون. وهكذا تشوف العراق بدأ ينضب، أو من هذه يعني راح أول الأجيال راحت مع تقريبا يعني في نهاية الخمسينات، ثم جاء العنف المستشري في 63 وما بعده، ثم جاءت وهكذا هاجرت هذه العقول. العراق أقولها مرة عاشرة ليس فيه حرية، لم تنوجد فيه حرية، وإلا لو يتاح للعراق حرية لزمن بسيط جدا لظهرت مواهب الناس ولا استقر وأصبح بلدا منتجا وخصبا ومهما جدا في العالم، لكن للأسف هذا لم يحصل. عصرين فقط، عصرين كان بها العراق منارة للفكر النير مثل ما تفضلت أنت، والثقافة والإبداع الإنساني. شو وقت هذول العصرين؟ أولا بابل، عندما كانت بابل هي كوزموبوليتيان العالم كله، يعني أنت تجي لبابل ما تجد فيها البابليين فقط، تجد فيها الإغريق والرومان والهنود والصينيون والفورس وكل الأجناس. ليش؟ لأن هي 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 بلد يعني عاصمة، بلد جامع. حتى الإسكندر المقدوني قال مقولة الشهيرة أنه إذا عملت إمبراطورية فسأعمل بابل عاصمته، وفعلا هو سواها لما إجا غزا الشرق استقر في بابل وأصبح عاصمة العالم. هي هذه المرة الأولى التي كان فيها الشعاع الإبداعي النير والعظيم في بابل هذه الفترة. وهذا طبعا وين أتكلم لك، كان يعني في حدود يعني القرن السادس قبل الميلاد، يعني مو الآن. الفترة الثانية التي تشبهها هي بغداد. بغداد عندما استقرت الأمور وأصبح استتب الحكم، يعني الوضع في 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 المنطقة في العصر العباسي وخصوصا القرن الأول منه، انفتحت بغداد على كل الشعوب، وأصبح كل الشعوب يعني من سمرقند إلى الصين إلى الهند إلى فارس، كل الشعوب
كل شعوب على الإطلاق هي مقرها صار بغداد، وتأتي وتبحث والتجارة، وهي أصلا يعني عاصمة إمبراطورية واسعة، كانت إمبراطورية إسلامية. فهذه هي الفترات الخصب التي تتحدث عنها أنت. أما في الفترة الحالية لا، إحنا دولة بسيطة، دولة بسيطة يعني صارت دولة ملكية، وبعد ذلك يعني بنيت بناء معقول أو على الأقل بسيط، ثم هدم هذا البناء من قبل جمهوريات المتتالية إلى أن وصلنا لمرحلتنا الحالية، وأنت تعرف اللي صار. الحقيقة الأساطير يعني تساهم بلا شك، ولكن أي نوع من الأساطير وكيف تنضبط هذه الأساطير؟ الأساطير بكل صراحة أقول لك للفن، للجمال مهمة جدا وطبيعي، وحتى للشعر وللأدب، لكن من تتأدلج الأساطير، عندما تؤدلج ويعتقد الشخص الذي يطلع عليها أنها حقيقة وأن يؤمن بها، خلاص هي بدأت المشكلة منها، وعند ذاك ستتسبب لنا في متاعب كثيرة جدا. فإحنا علينا الآن مثلا أسألك سؤال، هوليود وغير هوليود وحتى كتاب العالم كلهم ما يستفيدون من أساطير بلدانهم والأساطير الأخرى؟ بالتأكيد لازم يستفيدوا منها، لأن جزء من إرثهم وجزء من روحهم، مثل ما قلت لك تناغي هذا الأركيتايب ولا شعور الجمعي لجوانه. ولكن لما نحول الأسطورة إلى معتقد ونحولها إلى شيء مدبب سياسيا، لا يعني نحولها إلى سياسة ونحولها إلى اعتقاد، هنا بدأت الخطورة، هنا ستدمر الإنسان دمار كامل، ستلغي عقله بالكامل. وهنا طبعا أنا لا أدعو بأن تكون هناك وظيفة للأسطورة في هذا الباب، ولكن إحنا أهل الأساطير، خليها على المخزون يتحول إلى جمال وإلى شعر وإلى فن وإلى أفلام وإلى مسرح وإلى تماثيل وإلى كل شيء، وما أجمله عندما يتحول إلى هذا. لكنه لا، مهمة جدا، لكن يعني على شرط أن لا تتحول الاعتقاد، يعني على شرط أن لا تتحول إلى شيء مدبب ضد الناس، يتحول يعني هذه هي المشكلة. المشكلة أنه إحنا الحقيقة يمكننا نزع الفتيل الأيديولوجي في كل الأساطير، يمكننا نزعها. طبعا ماكو شعب الآن على الأقل يقول أنا عندي أساطير، ما يسموها أساطير، ليش؟ لأن هم يريدونها حقائق، يعني أنت من يعني هو حقيقة بالنسبة إلى ما يجي. لكن بالنسبة لي كباحث أسطورة، أي شيء خارقي هو أسطورة. يعني إذن ممكن نزع الفتيل الأيديولوجية وتحويلها إلى آداب وفنون ونستفيد من استفادة هائلة. الفن هو الذي يحول كل شيء إلى عوامل توازن سيكولوجي، الفن. ولذلك حتى الفن عندما يتدخل مع الأسطورة يحولها إلى عامل توازن سيكولوجي يفيد الإنسان لا يضره. وأكبر كارثة هو عندما يتحول الفن إلى الأيديولوجي، أو عندما يستخدم الفن في الأيديولوجي، وصل كارثياً. يعني لأنه راح يفسد وظيفته ويفسد حتى الأيديولوجي، يعني لأنه ما في الأخير ما نتذكرها. أنت شوف أيديولوجيات يعني العقائد الشمولية أو الأحزاب الشمولية وين هي؟ يعني وين يعني فنونها وين هي؟ كلها راحت لأنه لا تعني شيء، لأن هي بروباغاندا. لكن الفن العميق، يعني الفن العميق الحقيقي هو الذي يبقى، هو الذي يعني أنت أخذ حتى الاتحاد السوفيتي، من الآن أشهر الكتب الآن كلهم الذين اضطهدوا أثناء الحكم الاشتراكي أو الفترة الاشتراكية، الذين طردوا، الذين انتحروا، الذين هاجروا، هم الذين بقوا. أما الفن الواقعي الاشتراكية لا، ما إلى أي قيمة، يمكن إلى قيمة تاريخية فقط، نقول مرينا بهالمرحلة فقط، لكن قيمة الفنية ليست بالكبيرة جدا بصراحة.